السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من غلطي النصر 24 والتي نستهلها بالعناوين. أهلا بكم. ممثل تجمع أحزاب اليمين قدم بيانا صحفيا استعرض من خلاله جملة من قضايا النزاعات الواقعة بين المزارعين والرعاة والعنف بجميع أشكاله. رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك يلتقي بمقر إقامته وفد من حزب الأمة القومي بقيادة رئيس الحزب اللواء فضل الله برما ناصر. القوات المسلحة الأوكرانية تنشر صورا تظهر عددا من الجنود وهم يختبرون صواريخ أمريكية مضادة للدبابات في رسالة إلى القوات الروسية. كانت هذه العناوين وإلى تفاصيل النشرة، مرحبا بكم. تقوم قوات الشرطة الوطنية في ليلة عيد الميلاد بدوريات في مختلف أحياء العاصمة إنجمينة بهدف منع الحوادث الليلية قد تحدث نتيجة للاحتفالات. وبحسب المتحدث باسم الشرطة الوطنية أوضح بأن نسبة الحوادث في هذا العام قد ارتفعت في العاصمة إنجمينة كما هي في الولايات، جانب من حديث المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة الوطنية. ترفوها يا مساء الشرطة الوطنية تقدم البلان هنا هنا نويل والبلان هنا السنة ده في المدينة الجامعية هنا البوليس سجلت 800 حادث، منهم واحد حادث جال بموت، 11 ده حادث الخطير، 86 ده حادث الخفيف، 5 ده بكون مش الديجا ماتيريال مش الحادث بيجا بالتلفين القمع. عندنا الجماعة وايدين ناسين وايدهم وقو والآخرين 2 سوى الحادث وأرضوا. وفي الجمعنا تجور في آخر البر ناس في الدواس كان 2 والدواس الواحد كان بالموت. في الأقاليم الآخرين الشرطة الوطنية سجلت 18 حوادث، ولا في العدد من الحوادث السنة كان ده بقى زيادة من السنة فات ده سبب شنو؟ السبب كمان جماعة يذكروا ويجروا بلا رأيته. أنا أطلب من المواطنين قلي يكونوا واعيين، قلي ما يتابع الفوضى. ونشكر قوات الأمن والدفاع والدكتورات مال جماعة الكرادوس في أمالهم الصور في الخدمة في عيدنا النويل. ونقول لهم خلي الريتم ده يقف بيا لغاية عيدنا السنة الجديدة. قدم ممثل تجمع أحزاب اليمين المكونة من 17 حزبا سياسيا في البلاد بيانا صحفيا استعرض من خلاله جملة من قضايا النزاعات الواقعة بين المزارعين والرعاة والعنف بجميع أشكاله والعمل على إحلال السلام في كافة ربوع البلاد. نتابع ما جاء في بيان المنسق العام النائب لتجمع أحزاب اليمين إسماعيل الدرديري مهدي. الجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجنة العليا المنظمة للحوار الوطني من أجل تحقيق النتيجة المرجوة للحوار الوطني الشامل المقبل. التجمع يحيي جهود رئيس الحكومة الانتقالية، كما نقدم دعمنا للمجلس العسكري الانتقالي لإدارة المرحلة الانتقالية بشكل جيد. يهنئ تجمع أحزاب اليمين ويشجع المجلس العسكري الانتقالي ورئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو بوضعه خارطة الطريق التي أدت إلى انبثاق الميثاق الانتقالي للفترة الانتقالية،
ووضع لجنة عليا لتنظيم الحوار الوطني الشامل وإنشاء المجلس الوطني الانتقالي، وآخره مشروع قانون العفو العام. من أجل هذا كله تقدم مجموعة الأحزاب اليمينية دعمها الكامل والثابت للمجلس العسكري الانتقالي والحكومة الانتقالية. احتفلت كنيسة السيدة السلام الإنجيلية بمناسبة ذكرى الميلاد بحضور مستشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي في المصالحة الوطنية والحوار الوطني علي عبد الرحمن حجار، ممثلا لرئيس المجلس العسكري الفريق محمد درزدي بإثنو. وقد شهدت المناسبة صلوات وترانيم إنجيلية من قبل فرق الكورال المشاركة في هذه المناسبة. إلى ذلك قال أسقف مدينة أم جمينة خلال خطابه: لا سلام من دون ثقافة سلام، فالسلام من أولويات الحياة، من دونه لا حياة مستقرة ولا تقدم. لذلك لا بد من تنشئة الناس على ثقافة الأقوة والتسامح. وفي هذا الإطار شدد في خطابه إلى أن التنشئة ينبغي أن تكون التزاما مشترك من أجل بناء السلام والعيش بين مختلف الديانات. أما في الشأن السوداني، التقى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بمقر إقامته وفد من حزب الأمة القومي بقيادة رئيس الحزب اللواء فضل الله برما ناصر. ويأتي هذا اللقاء في إطار محاولات الحزب في البحث عن حلول للأزمة السياسية الراهنة والتي ابتدأها مع شركائه من القوى السياسية. وستتواصل هذه اللقاءات حتى خروج البلاد من هذه الأزمة. من جانبه أكد رئيس الوزراء أن لقاءاته ستتواصل مع بقية القوى السياسية والمدنية والشبابية الثورية. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم وعددا من الولايات أمس تظاهرات 25 ديسمبر، حيث وصل المتظاهرون محيط القصر وسط هتافات أكدوا من خلالها رفضهم للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر الماضي، وكذلك المطالبة بإسقاط قرارات 25 أكتوبر. كما تأتي التظاهرات في إطار جدول زمني وضعته لجان المقاومة والأجسام الثورية الأخرى من تجمعات مهنية وتنظيمات سياسية رافضة للقرارات أعلاه. وكانت لجنة أمن ولاية الخرطوم قد أشارت في بيان صحفي إلى تأمين الولاية وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم وقفل الكباري عدا كبري صوبة والحلفاية. أما في الشأن العالمي، نشرت القوات المسلحة الأوكرانية صورا تظهر عددا من الجنود وهم يختبرون صواريخ أمريكية مضادة للدبابات في رسالة إلى القوات الروسية التي تتحدث تقارير عديدة عن نيتها غزو أوكرانيا. وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق من ديسمبر الجاري أنها أرسلت عتاتا عسكريا إلى أوكرانيا بما يشمل كميات من الصواريخ المضادة للدبابات والتي تعرف بصائدات الدبابات. وجاء تسليم هذه الأسلحة تنفيذا لالتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم كيف عسكريا لمواجهة أي غزو روسي محتمل. ونشر المكتب الصحفي للقوات المشتركة الأوكرانية صورا تظهر جنودا وهم يشاركون في مناورات في منطقة دوبناس التي تشهد نزاعا مع انفصاليين موالين لموسكو. وفي الصور يطلق الجنود الصواريخ على دبابة سوفيتية الصنع حيث اشتعلت النيران في الدبابة بعد إصابتها. أعلنت الشرطة السعودية إلقاء القبض على 3 أشخاص صوروا عملية إطلاقهم النار على جهاز رادار رصد السرعة ونشره في السوشيال ميديا في منطقة عسير جنوبي المملكة. وقال المتحدث باسم الشرطة منطقة عسير في بيان له أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأموة تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أهدهم على جهاز رصد آلي ساهر، ما أدى إلى إتلافه وتصوير ذلك ونشره وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن المنفذين هم من الجنسية السعودية، لافتا إلى أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تورط أهدهم في المتاجر بالأسلحة. إلى ذلك تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
إلى هنا تكملت نشرة الأخبار من قناة النصر 24، والتي أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها. ممثل تجمع أحزاب اليمين قدم بيانا صحفيا استعرض من خلاله جملة من قضايا النزاعات الواقعة بين المزارعين والرعاة والعنف بجميع أشكاله. رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك يلتقي بمقر إقامته وفد من حزب الأمة القومي بقيادة رئيس الحزب اللواء فضل الله برما ناصر. القوات المسلحة الأوكرانية تنشر صورا تظهر عددا من الجنود وهم يختبرون صواريخ أمريكية مضادة للدبابات في رسالة إلى القوات الروسية. شكرا على حسن المتابعة، تقبلوا تحايا الفريق العامل وفي أمان الله.